التطوع أصبح اليوم سمة عالمية. ولذلك في تقرير، يعني تقرير جالوب لسنة 2018، تم على 153 ألف مقابلة في 146 دولة، كانت المساعدات 2.2 مليار، ساعدوا 7.6 مليار، التبرعات مليار ونصف تبرعات، مليار متطوع. يعني نزف بشرى لأهلنا في ليبيا أن هذه الدراسة أخرجت أن أول دولة في التطوع في العالم العربي، وبل ربما يعني بنسبة السكان، ليبيا هي الدولة الأولى في التطوع حسب تقرير غالب الأمريكي لعام 2018، تليها العراق ثم الكويت. العالم الغربي طبعا في يعني أمريكا. يعني نحب أيضا نختم بموضوع الإحصائيات في دراسة قامت بها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت في موضوع المتبرعين والتطوع. طلع 65% من النساء، 73% منهم متدينين، 15% لدعم الأطفال والشباب، والصحة والحيوانات كل جهة 11%، والجوع 8 والتعليم 7. أهم وسائل التبرع اليوم حتى نستطيع أن احنا نساعد في الاقتصاد الربحي، الفيسبوك 65%، انستغرام 20%، 13 تويتر، الإذاعة التلفزيون 9%. هذا قبل الحديث عن دور الاقتصاد الربحي في التنمية. طيب تفضل بالدخول فيه دكتور، طبعا لأن الوقت سيدركنا يعني. حاضر. لا حاضر. يعني يمكن أن نلخص دور الاقتصاد الربحي في التنمية في كثير من الأمور، أهمها خفض معدلات الفقر والبطالة، زيادة معدلات دخل الأفراد، تحقيق نمو معدلات الناتج المحلي، يعني دعم المشاريع في الدولة، وكثير من الأشياء. يعني تبقى لنا إن سمحت لي تطوير الاقتصاد الربحي، يعني كيف نطوره خاصة في عالمنا العربي. في نقاط سريعة، نحن الاقتصاد اللاربحي عندنا يتجه نحو قوالب تقليدية، يعني مثلا حفر الآبار، بناء المساجد، كذا لها سهم عالي. نحن بحاجة إلى نوعية المشاريع في الاقتصاد اللاربحي حتى تساهم في قضايا التنمية. الأمر الثاني، إصلاح المنظومة التشريعية فيما يتعلق بالاقتصاد اللاربحي خاصة في العالم العربي الإسلامي. معظم العالم العربي الإسلامي متخوف من الإرهاب وكذا، ولا شك أن احنا لابد أن نضبط الأمور، لكن لابد أن نسهل منظومة الاقتصاد الربحي من خلال إصلاح المنظومة التشريعية. إنشاء مراكز بحثية، ليس هناك مراكز بحثية تتعلق بالاقتصاد الربحي ولا العمل الخيري. العناية بجانب الإحصاء، الغرب يعني متميز جدا 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 في قصة الإحصاء. نستطيع أن نقول اليوم مثلا كندا التطوع يعني عندها يمثل دخل قومي 195 مليار سنويا، لكن كيف عرفوا هذا؟ من خلال الجانب الإحصاء. نحن بحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والأفراد والمشاريع حتى نستطيع أن نطور. الأمر الأخير، تحقيق مفهوم الحوكمة، لأن غالب الاقتصاد الربحي ما زال تغلب عليه العشوائية، ونحن نريد أن ينطلق من العشوائية إلى الشفافية إلى المؤسسية، تحقيقا لمفهوم الحوكمة.